السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده مرعب فعلا. الموقع ده تبع ايلون ماسك وناس تانية مشاركين معاه، بيتكلم ان يبقى فيه زي شريحة موجودة في عقل الانسان من خلالها يقدر يتحكم في السيارة والتلفزيون والحاجات دي كلها، فمش محتاج ان هو يتكلم او ان هو يعمل اي حاجة خالص وهو يتحكم. طبعا دي تجارب فعلا اشتغلوا عليها واخدين بيها تصريحات. يبقى في شريحة هي صغيرة وانت تقدر مجرد انت تفكر في الحاجة تحصل. ده رعب الذكاء الصناعي بقى، ان هو هل ممكن العكس ان يبقى في الكمبيوتر يسيطر على الانسان؟ طبعا المواقع دي مادام فيها ايلون ماسك بيبقى مدعم بمليارات، يعني هما بدأوا ان هما يطبقوها على الحيوانات، وكل ده طبعا بترخيص. الموقع اسمه نيورولينك، تمام؟ في تطورات رهيبة كل شوية بتحصل. هسيب لكم الرابط أسفل الفيديو.